السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء، نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إصابة زوج الفنانة داليا البحيري بفيروس كورونا. أكدت الفنانة داليا البحيري إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد، وكتبت داليا البحيري على فيسبوك: أوكي أنا هبدأ بألف حمد وشكر ليك يا رب، لان انا عارفة ومتأكدة ان احنا عملنا اللي علينا وزيادة، حفظنا وقعدنا في البيت وعقمنا وطهرنا وسبنا اللي نزل انطلق وتفسح، وانا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. حسن جوزي وحبيبي طلع ايجابي كورونا فيروس، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وتابعت داليا البحيري: احنا كلنا عملنا مسحات، انا والاولاد واللي بيساعدونا في البيت عشان نطمن، لاننا كنا مخالطين لحسن، وباذن الله نعرف النتيجه بكره بالليل، وربنا يجيب العوائد سليمه يا رب. واكملت داليا البحيري: انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اي حد لازم يعمل كده، لازم يقول وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطه ليهم يعرفوا ويطمنوا على نفسهم، لان دي امانه والمرض مش حاجه الواحد يخجل منها. بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، واسفه ان احنا مش ملاحقين نرد عشان متكركبين وبنشوف هنعمل ايه. دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل، ودعواتكم لينا اننا نكون بخير. الف شكر، وربنا يسلمكم جميعا ويحفظكم من كل شر. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.